في جو طغت عليه الروح الرياضية العالية اختتمت فعاليات المرحلة الولائية لدورتي كأس الجمهورية لكرة القدم الجوارية ما بين الأحياء فئة 18 سنة إلى 25 سنة لغير المهيكلين، انتهت بنهائي ساخن جمع فريق بلدية إيراغن بنظيره فريق بلدية أغبالة ليتسم حظ الفوز لفريق إيراغن، ما يؤهله لثاني مرة على التوالي إلى الدورة الجهوية التي ستحتضنها ولاية ميلا في الأسبوع الأول من شهر جوان الداخل. شاهدت من اليوم يعني صورة معبرة عن الدورة الولائية لكأس الجزائر بين الأحياء، كان حظ هنا في هذه المرحلة لغير المهيكلين باه يكونوا يعني في الميدان ويكون يعني يكونوا في الملاعب ويحتكوا ببعضهم يعني الأحياء تاع الولاية تاعنا ولاية جيجل، واللي اليوم كما شفتوا كان نهائي يعني بين زوج بلديات يعني من كما نقولوا من الإكستريم حتى الإكستريم تاع بلدية غبالة مع ضد بلدية إيراغن، وين المقابلة كانت حماسية وعاد فيها الفوز لإيراغن ومبروك لهم، ونتمنى لهم يعني مشوار طيب في الدورة الجهوية اللي تحتضنها ولاية ميلا. الحمد لله نشكروا كامل اللاعبين بهذا لا فيكتوار هذه اللي تعبوا فيها، ونتمنى ان شاء الله نزيدوا نروحوا للميلا ان شاء الله ونفوزوا بالريجيونال ونطلعوا الناسيونال ان شاء الله. هذه التظاهرة في طبعتها الثالثة سعت إلى تنظيمها الرابطة الولائية للريادة الجوارية للجميع، جمعت فيها 11 فريقا مثلوا مختلف بلديات الولاية بهدف القضاء على التهميش والإقصاء في أوساط الشباب الغير مهيكل وخلق روح تنافسية في هوايته المفضلة وترقية الريادة الجوارية. هذه العملية هي تحت الوصاية وزارة الشباب والرياضة، احنا نأمل كثير السنة المقبلة تكون أحسن، وما يخفاكمش كذلك أن هذه العملية راهي موجهة للاعبين غير المهيكلين، يعني اللي ما عندهمش الحظ باش يكونوا مهيكلين في النوادي. الدولة الجزائرية أعطتهم فرصة باش يتلقاو. بدوره مساعد الناخب الوطني نبيل نغيز ابن مدينة جيجل كان حاضرا في النهائي كضيف الشرف، إذ كان ملعب العقيد عميروش ممتلئ بالأنصار لتشجيع الفريقين ودعم هذا النوع من التظاهرات الرياضية الجوارية. كما انتهت التظاهرة بتكريم الفريقين اللذين وصلا إلى النهائي من كأس الجزائر لكرة القدم الجوارية.